أول أسئلة هذا اللقاء من المرسلة عين فاء من حائل، تقول: امرأة تحب زوجها حبا شديدا حتى إنها لا تستطيع فراقه ولو مدة قصيرة، ولكن في بعض المرات تخطئ عليه ثم تندم بعد ذلك وتقول: ماذا أفعل كي أبغضه قليلا ليكون حبي له بقدر لعله يصلح الحال على ذلك؟ أفتوني جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى بحكمته جعل المودة بين الزوجين لاستمرار العشرة وبقاء الزوجية وما يترتب عليها من المصالح. قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فلولا وجود هذه المودة وهذه الرحمة بين الزوجين لما اجتمع، لأن كل منهما غريب عن الآخر. ولكن من آيات الله سبحانه وتعالى هذا العطف الذي جعله بينهما وميل بعضهما إلى بعض، ولكن الشيء إذا تجاوز حده ينقلب إلى ضد. شدة الحب كما ذكرت السائلة إلى حد يخرج عن المألوف، هذا قد يترتب عليه مفاسد وأضرار، وقد يكون هذا من تأثير شيء غير طيب، كعمل الصرف والعطف الذي يعمله السحرة. فمن ابتلي بشيء من ذلك فعليه أن يعالج نفسه بالذكر والرقية، قراءة القرآن، لعل الله أن يذهب عنه هذه الآفة. وأما أنها تعمل أعمالاً تبغض زوجها إليها كما تقول في سؤالها، فهذا لا يجوز، لا يجوز لها أن تعمل أعمالاً تبغض زوجها إليها، لأن هذا يتنافى مع العشرة الزوجية. ولكن عليها بأداء الحقوق التي عليها لزوجها وعدم معصيته إذا كان ذلك بالمعروف في حدود المشروع، فإنها تطيعه ولا تعمل شيئا يغضبه عليها مهما استطاعت إلى ذلك سبيلا. نعم.